راح احتفل مع اهله واسرته، لكن جه في قناه الاهلي وعبر عن فرحته. هدف أفشة امبارح فكرنا بهدف محمد ابو تريكه في الصفاقسي في الثواني الاخيره 2006. انت كنت هنط من البلكونه دلوقتي، انا اللي جبت الجون. كنت بتتفرج على هدف ابو تريكه؟ طبعا كنت صغير. ده من 16 سنه. يعني من 2006 واحنا دلوقتي في 2020، 16 سنه. انا كان عندي 8 سنين، كنت صغير وبتفرج على الماتش. لما ابو تريكه جاب الجون وكده كنا هنط من فوق البيت. فدلوقتي الحمد لله لما انا اكون بتفرج ودلوقتي انا بجيب جون تاريخي في نادي الاهلي، فده حاجه طبعا، حاجه كبيره طبعا. تسديده رائعه قفشه، شوطه حلوه قوي. الحمد لله، توفيق بتاع ربنا. الحمد لله. عايز اتكلم مع كابتن محمود الخطيب ودور الداعم دايما لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني وتواجده في الوقت الصعب معاكم. بص يا كابتن اسامه، وجود الكابتن محمود لحد ذاته من غير ما هو يتكلم ده شرف لينا كلنا. يعني اي حد يتمنى، يعني بعيد عن الكابتن محمود رئيس نادي او حاجه، اي حد يتمنى ان هو يشوف الكابتن محمود الخطيب، اي حد يتمنى ان هو يقف معاه، اي حد يتمنى ان هو يتكلم معاه. فده لحد ذاته اللي هو يبقى موجود معانا في معسكر ده شرف لينا كلنا، ومش محتاجين كلام لان ده حافز لينا اللي هو يبقى موجود معانا. طيب باختصار شديد، بعد الثلاث فيديوهات اللي شفناهم دول، أفشة صفقة فاسدة، لاعب مهمل مش هيقعد في النادي الأهلي أكثر من سنة. الحمد لله أنه ما جاش الزمالك. أفشة يرد في الملعب مش هنا، وحتى مع منتخب مصر يذهب ليحقق انتصار خارج الأرض لمنتخب مصر، ثم يعود ليحقق للنادي الأهلي هدفه، يعني التواجد في كأس العالم الأندية بعد غياب 7 سنوات، شأنه شأن ابن منطقته الكابتن أبو تريك. هذه أهداف لن تمحى من الذاكرة. إذن ده درس إن اللعيب ما يشغلش دماغه باللي بيتقال عليه، ويبقى عنده سبيل واحد، الرد في الملعب. قلت له لما تشوفه كابتن أفشة وبعد ما يلعب في نيلته هذا المهم الذي لا يتدرب، لو تشوفوا عضلاته عاملة إزاي، لو تشوفوا مفيش شغتة، مفيش شغتة. يعني هذا رجل، شوف كان جاي لنا عامل ازاي، يبقى اللي كان هو ما كانش بيتمرن، ده موضوع تاني هنا. لكن عندما تدخل النادي الاهلي المسؤوليه تلمع الالماس. تلمع الالماس. امال ايه؟